مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع قناة معدات صغيرة وبسيطة. أيها الأفاضل، أقدم لكم في هذه الحلقة كيفية لصق الرشمات على قرفطان قطيفة. أولا أقوم ببيانه لكم ولكافة المحترفين أن هذا العمل جد متميز. حسب ما تشاهدون معي، هذا القرفطان القطيفة فيه الرشمات على شكل قلوب أو لوة أو لوزات. هذه الرشمات التي تشاهدون معي أقوم بملئها بالحجرات العقيق وزوزو. حسب ما ترون معي، العمل يكون في هذه الصدر، وهناك الرشمة على شكل فراشة في الكتف، في الكتف الأيمن وكذلك الكتف الأيسر. قمنا بوضع الرشمات. إذا حسب ما ترون معي، هذا هو عملنا في هذه الحلقة. إذا هذه الرشمات وضعها متساوي ومتين. هذا القرفطان هو غير مكتمل بعد انهاء لصق زوزو والعقيق. بعدها نقيم بإكماله بالماكينة، اي نقوم جماعة من المحترفين، كل محترف وله عمله الخاص. هناك من يعمل بالماكينة، وهناك من يعمل بالغرزات باليد، وهناك من يقوم بلصق الزوزو او الحجرات العقيق. هناك المصبانة والفصالة، كل مختص وله اختصاصه في هذا الجانب. اذا اختار هذا النوع من العقيق. هذا النوع هو على شكل عدسات صغيرة، نقوم بلصقها ووضع فيها زوزو أو أضع فيها العقيق. أولا أقوم بملء الإبرة بالخيط على ثلاثة. أختار الخيط على ثلاثة لأن إذا أضفت له المزيد من الخيط على 4 أو 5 قد يقطع في الخياطة في الغرزة. هذا الخيط على 3 لإنبات زوزو. أما للصق رشمة على الدور فأختار الخيط على 1، من أحسن الخيط على 1 لأن الخيط على 2 أو 3 يظهر لنا في الواجهة. إذا أتابع
أتابع الغرزة حتى أدور على هذه الرشقة. إذا غرزة تابع غرزة حتى إكمالها. حسب ما يتعرض معي كل غرزة أضربها في هذا الجانب، ثم أقوم بإخراج الخيط من جانب آخر. المكان الذي تخرج منه الإبرة وتعود من نفس المكان. لكي لا يظهر لنا الخيط في الواجهة، إذا حسب ما ترون معي المشروع جد متينة ومتقنة ومتينة بالخيط والغرزة. الآن نقوم بعمل الحجرات، أي الحجرات زوزو. هذه الحجرات زوزو أو العقيق، قبل كل شيء أشمع الخيط جيدا بالشمع لكي يسهل علينا عمل الغرزات وإنبات زوزو. دائما رأس الخيط أقوم بتقطيعه بالمقص. ثم بعدها اختار إبرة رقيقة واقوم بإدخال الخيط في الإبرة. أنتم ترون الخيط على ثلاثة متين بعد شمعه جيدا، ثم أضع الحجرات أو أضع هذا النوع من العقيق. هذا النوع من العقيق هو طويل الزجاج المكسر هكذا. أضعه بهذا الشكل. ثم بعدها أضع العقيق السرع في كل عدسة على شكل صفيحات رقيقة.
ترون معي هذه الرشمة التي قمت بإنباتها بالخيط والإبرة، ثم بعدها أضع فيها لعقيق الصلع. أو لعقيق الصلع فهي من زجاج، فأضعها في كل عدسة رقيقة أي صفيحة صغيرة، ويتم عملها بهذا الشكل. إذا أنتم ترون معي هذه الرشمة قمت بملئها بزوزو الصرع، ثم هذا زوزو الذي هو مكسر. إذا جد لامعة أي هي مأخوذة ومصنوعة من زجاج. إذا أيها الأحباب كما تشاهدون معي هذه هو عمل درسنا هذا اليوم. عملنا في هذه الحلقة هو إنبات الرشومات بلعقيق زوزو. بعدها أقوم بملء نصف طوق أي جمع الطرفين بزوزو في القطار الصقلي. هذا ما تشاهدونه في الفيديو القادم إن شاء الله، وشكرا لكم على المتابعة.